والنهارده ايضا عندنا لقاءات وتقرير مهم عن قطاع الناشئين بنادي الانتاج الحربي. هنروح نشوفه دلوقتي وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكابتن معتز إين. كانت في صعوبه في الاول بالنسبه لشغلنا، تعبنا بشكل كبير جدا انا وكابتن عادل فتاح في تنظيم الجانب الفني والجانب الاداري. زي ما قلت لك المنظومه كانت ليها بنود، وبنود مهمه جدا عشان نرتقي بهذا القطاع، منها انك انت ازاي ترتقي باللاعبين المميزين وتشركهم في معظم الفرق اللي موجوده عندك من 2012 لمواليد 99. عايز اقول لك ان الاختبارات اللي عملناها خلال السنتين اللي فاتت دول كان عدد كبير جدا من اللاعبين اللي جايين عشان يحاولوا ياخدوا فرصه في وجودهم او ياخدوا فرصه ان هم يتواجدوا في قطاع الناشئين في نادي الانتاج الحربي. حوالي من 8000 ل 9000 لاعب في هذه المراحل، ودي نسبه كبيره جدا كانت بالنسبه لنا. يعني احنا عندنا خلاص احنا بدانا من 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 الشهر الجاي ده، الشهر ده القيد بقى لنا يومين ثلاثه وهيفضل مستمر، والقيد الثاني هيبقى في شهر 2 ان شاء الله باذن الله. يعني زي ما انت قلت كده فايز، احنا الحمد لله بقى لنا سنتين اتجهنا اتجاهين، اتجاه خارجي عملنا فرشه بشكل كبير جدا في محافظات الصعيد، واخد بالك، وروحنا بحري كمان. لكن عايز اقول لك ان احنا يعني مع الاسف اللعيب الموهوب بقاش موجود على الساحه بشكل كبير. يعني انت المحافظات اللي هي بتولد بقى او بتفرز لعيبه مميزه زي المنيا مثلا، زي المنصوره، زي الشرقيه، زي كل دي محافظات كانت بتطلع لنا نجوم يعني كبار بيبانوا في المراحل السنيه. مع الاسف حته الموهبه يعني احنا يعني بنعاني بشكل كبير جدا ان احنا نلاقي حاجه الف بلغه الكوره، وما زلنا شغالين خد بالك في الاختبارات الخارجيه والاختبارات الداخليه. عندنا 4 ايام من الاسبوع موجودين في الاختبارات الداخليه، بيجينا اعداد، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني ربنا يكرمنا نكتشف موهبه ولا موهبتين يفرقوا معانا. أنا في البداية برحب بقناة النادي الأهلي في نادي الإنتاج الحربي. بالنسبة لقطاع الناشئين في نادي الإنتاج الحربي، بقالنا موسمين تقريبا حصل فيه طفرة غير عادية من ناحية الاهتمام بالناشئين. نتاج هذا كان الموسم ده حوالي 4 5 لعيبة اتعمل لهم عقود، منهم لعيبة فعلا لعبت بالفعل، 3 لعبوا مسير النادي في المباراة الرسمية مع الفريق الأول. غير كده في 5 لاعبين معمول لهم عقود، وان شاء الله في بدايه الموسم الجاي هينضموا لزمايلهم في الفريق الاول. فالاهتمام كمان بدا بان احنا عندنا اهتمام من مجلس اداره، وبقى في بدله انتقال للاعبين، بقى في مكافئات للاعبين، بقى في لائحه خاصه بقطاع الناشئين، بقى في سكن للمغتربين. فالاهتمام ده كان نتيجته اللي هو طلع ناشئين للفريق الاول. بالفعل احنا السنه دي عملنا اختبارات داخليه وخارجيه. خارجيه بنلف بيها جميع محافظات مصر. يعني الاسبوع اللي فات كنا في كفر الشيخ، الاسبوع الجاي رايحين المنزله، الاسبوع اللي بعديه رايحين الاقصر. يعني غير الاختبارات الداخليه اللي احنا بنعملها بقى لنا حوالي شهر شغالين فيها عشان تفرز لنا لعيبه ينضموا وطفر او اضافه للفرق الناشئين. منتخب مصر الاول بيدور على مهاجم او 2 على مستوى مصر كلها، فحته اللعيبه الموهوبه قلت بشكل كبير جدا، وبنحاول بقدر الامكان نلف المحافظات. عشان كده بنلف المحافظات، والمحافظات مليانه غنيه بلعيبه كتير جدا جدا يعني. وبالفعل ضمينا ناس كتير في المراحل السنيه المختلفه، 2012 عاملين فرقه، 2011 2009 2007 الفرقه دي كلها ضمينا فيها لعيبه كويسه من المحافظات. الحقيقه ما فيش اي مشاكل، القطاع الناشئين ماشي بخطى ثابته، وان شاء الله نادي الانتاج الحربي منافس قوي في الدوريات الجايه ان شاء الله.